أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تهيئة كافة الفرص للمزيد من التطور أمام القطاعات الاقتصادية بما يدعم مسارات التنمية المختلفة، لافتا سموه إلى أن قطاع التجزئة بات اليوم رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وداعما لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، حيث أشار سموه إلى الدور المهم الذي يطلع به القطاع الخاص في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يليه سموه من حرص على دعم قطاع التجزئة وتعزيز دوره في مملكة البحرين.